السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. نرحب بكم في على قناتكم كويزين بنت شرشال، ونرحب بكامل المشتركات الوفيات، ونشكركم على تعليقاتكم وتشجيعاتكم. واللي كان اول مره يدخل القناه اشترك وفعل الجرس، هكذا باش يوصل لك كل جديد الوصفات ان شاء الله. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم طلبيه تاع 60 حبه بقلاوه بكل تفاصيل بكل لوازمها، شحال نسحقوا المقادير. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير هكذا باش نعرفوا كامل التفاصيل. واذا عجبكم الفيديو البنات ما تبخلوش عليا بجام وتعليقاتكم للتشجيع، واللي عنده اي سؤال يخليه لي وراح نجاوبه باذن الله. اول حاجه نبدا بها بسم الله نحط 4 كيلات فارينة، راح نحضر العجينة التقليدية. 4 كيلات فارينة، الكاس تاعي يرفد 250 مليلتر يعني 250 غرام. نزيد هنايا ملعقة صغيرة تاع لافاني، راح نحط هنايا كيلة تاع السمن، نص سمن ونص ماغارين، ذوبتهم وخليتهم بردو. هنايا ضروري نخلي السمن تاعي والزبدة يبردو مليح. نبسس العجينة تاعي، نبسسها مليح، بهذه الطريقة يعني ندخل مليح ليدام تاعي في الفارينة. وهنايا العجينة من الأفضل نحضروها ليلة من قبل، ولا نحضروها ونخليوها على الأقل تريح زوج سوايع. هنايا عندي نص كاس تاع الماء، وراح نكمل النص اللي بقى بالمزهر، وكنت درت فيه قرصة تاع الملح. من الافضل نديروا القرصه تاع الملح هكذا في الماء باش تذوب، باش من بعد ما تقطعناش العجينه. نبدا نلم هكذا في العجينه تاعي. هنايا صديبون راح تدي لي الكيله كامل، وراح نزيد لها شويه. المهم نبقى ونطموا فيها حتى اللي تحصلوا على عجينه ما تكون يابسه ما تكون طريه. فوالا كيما راكم تشوفون حصلوا على هذا القوام. نحطها هنايا فوق البلون دو طرافاي، ندلكها غير شويه برك حوالي دقيقه ونقسمها. راح نقسم على 2، وكل قسم نقسمه على 4. بهذه الطريقه راح نعاود نحطها في القصعه تاعي ولا في الغيسيبيون، ونغطيها ونخليها تريح. هنايا ضروري نخليوها تريح كما قلت لكم ليله من قبل، ولا على الاقل زوج سوايع باش نخدموا بها هكذا، باش تعطينا الطوع في الخدمه وما تجيناش صعيبه. هنايا بعد ما ريحت مليح خليتها هنايا ليله كامله، راح هنايا نبدا نحل في العجينه تاعي. هنايا نحط المايزينا، من الافضل نحلو العجينه تاعنا بالمايزينا، نحلها. راح نحل كامل الكميه تاع العجينه تاعي. مره دائما نرشو بالمايزينا هكذا باش ما العجينه تاعنا تتورق مليح. نزيد نكمل نحلهم كامل، وفي كل بين طبقه وطبقه لازم نرش هكذا بالمايزينا ولا بشويه تاع الفارينه هكذا باش العجينه تاعنا ما تلصقش. نحلهم كامل على خطره هكذا الخدمه تجينا سهله، وتقدري صنيوه تاع البقلاوه تخدميها وحدك عادي، ما تسحقيش كامل المعاونه. فوالا هنايا بعد ما نكمل نحلهم كما راكم تشوفوا، راح نحلها في الرقم 1 في الماشينه، يعني نبدا نحل فيها من رقم 1، ومن بعد نزيد لها في الرقم الرقيق. كما شفتوا هنايا بعد ما حليتها في الرقم 1 عاود حليتها، رشيت عليها شويه تاع المايزينا، نعاود نطويها على 3 ونعاود نحلها في الرقم 6 اللي هو رقم الرقيق، ماشي رقيق كامل، وكل وحده والماشينه تاعها هي تعرف لها. هنا راح نجيب السنيوه اللي راح نخدم فيها البنات. هنايا السنيوه تاعي 40 سنتيم على 30 سنتيم، هاد السنيوه راح تخرج لنا 60 حبه تاع البقلاوه. هنا راح ندهنها مليح بالسمن، ندهنوها نديروا لها يعني ندهنوها مليح باش ما تلصقناش الطبقه التحتانيه. ونحل هنايا بعد ما حليتها في الرقم 6 كما قلت لكم، نحطها نسقم لها مليح الاطراف تاعها، نسقمها مليح في السنيوه تاعي بهذا الشكل. نكمل لها كامل الطبقه الاولى، وندوب السمن تاعي هنايا وندهنها كامل. هنايا في كل طبقه راح ندهنها بالسمن. هنا بعد ما كملت دهنتها راح نزيد نحط الطبقه الثانيه
كما راكو تشوفوا نخلفوا الطبقات، خطره نديروها بالطول وخطره بالعرض. فوالا نسقموا لها مليح الاطراف تاعها. هنايا العجينه تاعي راهي بزاف هايله، سورتو كيما قلت لكم نخلوها تريح مليح هكذا باش تعطينا الطوع في الخدمه. فوالا راح نحط هنايا، الا كانت العجينه تاعي طويله نقسمها على زوج ونزيد نكمل بها، والاطراف دائما نحيوهم ونحطوهم في الكيس بلاستيكي هكذا باش يبقاو طريين. وكي نكمل هنايا الطبقه الثانيه دائما نعاودو كيما قلت لكم ندهنوها مليح، ندهنوها هكذا بالسمن هكذا باش تجينا مورقه مليح. فوالا ونكمل الطبقه الثالثه نديرها بالعرض، وهي رايحه كيما هكذا حتى نكمل الطبقه السابعه، ندير خطره بالعرض خطره بالطول، وفي كل طبقه ندهن بالسمن حتى نكمل سبع طبقات. هنايا البنات نجوز نحضروا الحشو. هنايا عندي كيلو ونص تاع الحشو في هذه السنيوه، راح تدي لي كيلو ورطل تاع الكاوكاو اللي كنت حمصته غير شويه برك ماشي بزاف، ورحيته متوسط. هنايا راح ندير 3 كيلات، يعني نشوفوا حاجه اللي تقسم لنا كيلو ورطل على 3 فوالا بهذا الشكل. وراح نزيد هنايا كيله ناقصه ماشي معمره بزاف تاع السكر، يعني ناقصه زوج سبعتين 3 كيلات بكيله. نحط لافاني. الكاوكاو تاعي هنايا كنت وجدته من قبل، فورته مليح مع القارص والمزهر وخليته نشف مليح وريحته هكذا باش تروح هذيك الريحه تاع الكاوكاو كي نفوروه بالقارص والمزهر. نخلط مليح هنايا السكر مع الكاوكاو ولافاني، نخلطو مليح. وهنايا الكاوكاو تاعي ما حمصتوش بزاف حتى لي ولا لي ماغون. هنايا ندير كميه تاع المزهر، وراح نحط فيه شويه تاع ليكستري تاع اللوز، نحلو هكذا في المزهر هكذا باش يتوزع لي كامل في العجينه ليكستري تاع اللوز الحلو ماشي المر. فوالا ونحط هنايا كميه يعني في الاول، نمشيه كامل ندخله كامل في الكاوكاو بهذه الطريقه، ونبقى نرش فيها غير بالعقل بالمزهر. هنايا نرشوها غير بالعقل برك، شغل نفتلوها ما نديروهاش كيما العقده تاع التشارك بيان سور. فوالا لازم تكون مرمله بهذا الشكل كيما راكو تشوفوا، كي نحكموها هكذا في يدنا ونعاودو نعبصو عليها تتفتت وحدها. في الاخير نزيد لها زوج مغارف تاع السمن هكذا باش الحشو تاعنا يبقى طري. ندخل مليح السمن هكذا في الكاوكاو، ومن الافضل نحضروه شويه من قبل هكذا باش السكر تاعنا يذوب والحشو تاعنا يجينا معسل وبنين. فوالا نحضروه ونخليوه بهذه الطريقه، الحشو تاعنا راه واجد. هنا بعد ما كملت الطبقات سبع طبقات كما قلت لكم، الطبقه الاخيره ما ندهنوهاش ما نديرولهاش السمن، نوزع مليح الحشو تاعي. هنايا درت كيما قلت لكم كيلو و500 غرام. البقلاوه تاعنا تجينا مليحه تجينا عاليه، نقدروا نديروا اللي ما تحبهاش عاليه بزاف كيلو 200 حتى الكيلو و500 غرام. فوالا هكذا نوزع الحشو تاعي مليح بلا ما نعبص عليه، غير هكذا غير بيدي برك كيما راكم تشوفوا. ندخل صباعي هكا في الحشو في كل جهه هكذا باش نتاكد لي راهم على مستوى واحد هكذا، باش ماشي جهه تجيني طالعه وجهه تجيني هابطه. فوالا بهذا الشكل. ونكمل نفس الشيء الطبقات، نرش هنايا بالمايزينا ونحلها كيما خدمت في الاول. فوالا نطويها دائما هكذا باش تجي العجينه تاعنا مورقه. والمايزينا نرشو غير رشه خفيفه ما نكتروش بهذا الشكل. ونقسمها هنايا العجينه تاعي طويله، نقسمها على زوج ونحلها في الرقم واحد، ونزيد لها نعاود نطويها على ثلاثه ونزيد لها في الرقم سته. فوالا كيما راكم تشوفوا نبدا نكمل الطبقات. انا راح ندير لها سبعه، درت لها سبعه من تحت وراح ندير لها سته من الفوق. وهنا كل واحد كيفاش يحبها، كاين اللي يحبها سته من الفوق وسته من تحت، هنايا تعود كل واحد كيفاش يخدم. نكمل هنايا كامل الطبقات. بهذا الشكل.
دائما في الاطراف نحاولوا كيفاش نسقموها مليح، ونقطعوا دائما الاطراف تاع البقلاوه هكذا ونخبيوهم في الساشي في كيس بلاستيكي هكذا باش يبقاو لنا طريين ونقدروا نعاودوا نستعملوهم. فوالا بهذه الطريقه نعاود ندهن هنايا الطبقات بالسمن اللي كنت سخنته. بهذا الشكل نكمل ندهن مليح الطبقه تاع نكمل ندهنها مليح بالسمن، ونكمل نفس الشيء خطره بالعرض وخطره بالطول حتى لي نكمل 6 طبقات. وهذه الطبقه الاخيره البنات، هنايا دائما نحرصوا باش الطبقه الاخيره يكون الوجه تاعها شباب. وبعد ما نكمل الطبقه الاخيره كما راكم تشاهدوا البنات، نسقمها مليح، نحي لها كامل الاطراف. فوالا نسقم لها مليح هنايا الاطراف تاعها، والبقلاوه تاعي هنايا راهي واجده، كملتها والحمد لله. هنايا راح نجيب الطابع اللي راح نقطع بها، راح نقطع بهذا الطابع يعني نطراسي بها. هنايا كل زبونه واش تحب، كاين اللي تحبهم معينات، كاين اللي تحبهم مربعات كاغي، كل وحده كيفاش تحب البقلاوه تاعها. انا هنايا راح نطبع بهذا المول فوالا، ونكمل نقطع هكذا بالموس بهذا الشكل، راح تجينا سهله والحبات تاعنا يجيونا كامل كيف كيف. فوالا وهنايا عطاتني 60 حبة كيما شفتوا. نكمل نقطعها كامل، وبعد ما نقطعها البنات هنايا ندهنها بشويه تاع السمن قبل ما ندير لها التزيين. خدمت ديجا بهذا التزيين، حبيت نوريه لكم البنات. هذا التزيين اللي يجي بزاف شباب، نجيبوا العجينه تاعنا عادي كيما حليناها في البقلاوه، ونطبعوا بالشكل الدائري ونطويهم بهذا الشكل، ونلصقوا كل يعني زوج هكذا مع بعض، ونحطوا في الوسط حبه تاع اللوز ولا حبه تاع الكاوكاو بهذا الشكل، راح يعطيها شكل بزاف شباب. فوالا، وكاين يعني زبائن كل وحده كيفاش تحب. الزبونه هذه حبتها سامبل، درت لها طابع ورده صغيره بهذا الطابع هذا كما راكم تشوفوا، حطيتها وحطيت فوقها حبه تاع الكاوكاو. فوالا، في الاخير نعاود ندهنها غير شويه برك، غير فوق هذوك الورود باسكو ديجا راني دهنتها شويه من الفوق. والفرن تاعنا هنايا البقلاوه البنات، الفرن ما يكونش مسخن بزاف، وما يكونش يعني ما نشعلوش يسخن بزاف من قبل، على الاقل 20 دقيقه من قبل، وندخلوها للفرن حتى اللي نشوفوا الاطراف تاعها تحمروا شويه. هنا ما لازمش نخلوها بزاف حتى اللي الاطراف تاعها يولوا ماغون، سينو راح تتحرق لنا من تحت. نقدروا نجبدوا وحده غير شويه من الطرف، ونشوفوا نشوفوها الى طابت من تحت، نشعلوا لها شويه من الفوق تدي لون هكذا ذهبي، ونخرجوها تدي لنا حوالي 45 دقيقه في الفرن على 180 درجه. وهنايا ديراكتومون كي نخرجوها من الفرن نحطوا فوقها العسل. هنايا حطيت كيلو و500 غرام تاع العسل، يعني كيلو برطل. دائما العسل يكون قد الحشو، نحطوا كيلو تاع الحشو نديروا له كيلو تاع العسل، الا حطينا كيلو برطل نحطوا كيلو برطل. كيما قلت لكم دائما العسل يكون قيس على حساب الحشو تاعنا شحال درنا. فوالا كيما راكم تشوفوا البنات، هنايا بعد ما كملت خليتها شربت مليح العسل تاعها، وقطعتها حطيتها هنايا في الكيسات كيما راكم تشوفوا، جات بزاف هايله مرقه. وكنت حطيت حضرت ثاني مقرط المقله، حضرته هنايا كيما راكم تشوفوا، جا بزاف بزاف هايل، جا يدوب في الفم صراحه، ومعسل حتى للقلب. كنت حضرت ديجا معكم وشاركت معكم فيديو تاع المقرط المقله، تلقاوه في القناه. وهنايا البنات البقلاوه كاين اللي يخدموها بالحبه وكاين اللي يخدموها بالكيلو. المهم هنايا خرجت لنا 60 حبة، اما اللي يخدموا بالكيلو هذه الكميه راح تخرج لنا 3 كيلو ورطل، 3 كيلو 500 غرام فوالا اللي يخدموا بالكيلو. وعلى حسب الحبه ثاني، كاين اللي يخدمها تكون عاليه، كاين اللي يخدمها تكون هابطه، على حسب الوزن تاع الحبه تكون كبيره ولا صغيره. المهم البنات هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه وديتوا افكار. ما تنساونيش بتعليقاتكم وتشجيعاتكم، ما تنساوش تخليوا لايك للفيديو
وإلى وصفة أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.